حضورنا الكرام، حضورنا الكرام، يسعدني ويشرفني أن أستقبلكم اليوم في المحاضرة الثالثة. حضورنا الكرام، I would like to welcome everybody today in our third session of our symposium titled Powering the Student with AI Knowledge. Today I have the honor to present two prestigious speakers, Dr. Abdulrahman Habib and Dr. Faris Katib. Please allow me to introduce Dr. Abdulrahman Habib. Dr. Habib is the General Manager for Talent Development at the National Center for Artificial Intelligence, NCAI, at the Saudi Data and AI Authority, SADAIA. Before joining NCAI, he worked as an assistant professor at the University of North Texas. Dr. Habib is an information science scholar focused on emergency technology adoptions with focus on smart city, open data, artificial intelligence. He has over 15 years of experience in IT project management and received grants from different government agencies to study open data and smart cities. He has more than 20 scientific publications and presentations. He is a community leader organizing events and conferences with the IEEE and ACM, among other local data science events. Dr. Habib is honored to represent Saudi delegation in artificial intelligence ethic recommendation among other local and international committee. Please welcome with me Dr. Habib to present today. Please, Dr. Habib, the floor is all yours. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتورة فلوى. شكرا لحضوركم جميعا. أتمنى يكون فرصة مناسبة نتكلم عن مجموعة من المواضيع البسيطة. هنغطي powering students with AI knowledge. هتكلم عربي إنجليزي إذا كان الأفضلية بالعربي. اليوم قبل ما أبدأ يعني الحديث هقول الفكرة اللي كانت في بالي لما بدأنا نفكر في هذه المحاضرة. في اللقاء هذا بنتكلم عن powering students with AI knowledge. قاعد أقول إحنا بنعلم الـ AI في الجامعة، بنعلم الـ AI في كثير من الكورسز، أونلاين كورسز، كورسات بتتقدم في أماكن كثير. لكن مين بيستخدم AI؟ وهل الاستخدام يساعد على رفع المعرفة والوعي بالبرامج والتقنيات الحديثة هذه؟ فجاء في بالي شخصين وحعرج عليهم خلال الحديث اليوم. حعرج على أحمد، وهو شخص عادي مهتم بالتقنية، حنتعلم كيف يستخدم هذه التقنيات في التعليم بداية، وبعد كذا كيف حيستخدمها ويتعلم عنها بشكل إضافي. في نفس الوقت حنتكلم عن سعد، وسعد شخص مميز عنده احتياجات خاصة، وبالتالي قد يكون احتياجاته مختلفة عن أحمد، قد يكون استخدامه ما أعرف أقل أو أكثر، وقد نجد أنه هو مستخدم أكثر من ما هو منتج في هذه التقنية أو العكس. وحنشوف كيف هذه التقنيات حتأثر عليهم من تعليمهم في الجامعة أو تعليمهم في مكانهم سواء جامعة أو مدرسة، إلى أن يكونوا مستخدمين متميزين في تصدير هذه التقنية أو بمعرفة أعلى في هذه التقنيات. طيب، How AI technologies are implemented in education. اليوم كثير مننا يسمع عن الـ AI في أماكن كثير، ويمكن هي buzzword في أغلب التخصصات، في أغلب الجهات نتكلم عن الـ AI. الـ AI هيجي يسوي تغييرات كثير. هل هو موجود اليوم؟ هل يستخدمون الطلاب اليوم؟ ولما سألت المثال أحمد، لقيت إنه أحمد فعلاً يستخدم بعض المنتجات في الـ AI، حنذكرها بعد شوي، لكن ما يعرف إنها هذه AI، أو ما يعرف إيش التكنولوجيز في خلفية هذه المنتجات. سعد في المقابل يستخدمها بشكل أكبر، وكان سعد يحتاجها أكثر يمكن من أحمد، وسعد بسبب احتياجاته الخاصة أثرت عليه تأثير كبير، وفعلا ساهمت في نقل المعرفة له بشكل أكبر. هنشوف كيف اليوم.
حنعرج على أربعة محاور رئيسية. الأول وهو الأهم personalized education، كيف الذكاء الاصطناعي حيساعد على تخصيص تجربة المستخدم في التعليم، وكيف الناتشورال لانجويج بروسيسنج واحدة من أهم التقنيات اللي حتشوف فيها تغير كبير وحتساعد أشخاص مختلفين سواء أحمد أو أسعد بأنهم يأخذوا مجموعة من التقنيات الموجودة اليوم ويستخدموها لرفع مستوى أو كفاءة التعليم بالنسبة لهم، وفي المقابل قد يتحولوا بعد كده من مستخدمين اعتياديين إلى ما نسميه أحياناً سوبر يوزرز، أو يكونوا منتجين لهذه التقنيات أو لبعض التحديات الموجودة أو لحل بعض التحديات الموجودة. أيضاً حنتكلم عن الكمبيوتر فيجن وكيف الكمبيوتر فيجن أو الرؤية الحاسوبية بتساعد على حل بعض التحديات وزيادة كفاءة المستخدم في هذه المناطق. في الأخير حنتكلم على الأعمال والتطورات في الأعمال وإيش هي الأوبورتونيتيز اللي موجودة أو الفرص اللي موجودة بدخول الذكاء الاصطناعي في التعليم تحديدا. طب خلينا نبدأ بالآيفون. أغلب اللي معاهم آيفون، يمكن أنا هتكلم عن آيفون لأني مستخدم آيفون، قد يكون نفس الكلام على الأندرويد لكن أنا ما لقيته بصراحة نفس السرعة. أبل في تحديثها الأخير صار تقدر تسوي سكان لأي صورة، بمجرد أنت تسوي سكان للصورة هو بيتعرف على أغلب النصوص، خلينا نقول مو كل النصوص بس أغلب النصوص بالذات باللغة الإنجليزية، وبيحدد النص، وبتقدر فعلا تسوي كوبي أند بيست أو لصق ونسق للنص الموجود وتستخدمه بأي شكل تبغى. هذا حيحول بجزء كبير أخذ المعلومات من مكان لآخر، حيلغي بعض الوظائف، حيحول أيضا الهاند ريتن أو حتى المكتوبة الطباعة بالكمبيوتر حيحولها إلى كلمات واضحة تقدر تستخدمها بسرعة، حيزيد قدرتنا على قراءة والتعامل مع كثير من النصوص اللي موجودة. أنا شخصيا قلت قبل ما أجي عندكم اليوم ودخلنا أجربها، وبالتالي كنت بقرأ مقالتي على الكمبيوتر هنا، وبقرأ من اللابتوب، ومسكت جوالي وقعدت أصور الشاشة اللي قدامي، وفعلا كان البرنامج بيقرأ النص اللي موجود، وكنت بحاول أكتب نوتس لي في المحاضرة اليوم، وكنت أقدر أسوي كوبي مباشرة وأنسخها وألصقها عندي في النوتس وأضيفها وأعدل عليها بالشكل اللي أبغاه وبسرعة. طبعا ما هو بيرفكت وما هو يعني يسوي كل شيء بشكل كامل اليوم، لكن هذا تطور مرة كبير. طب خلينا نرجع للشخصين اللي تكلمنا عليهم، لأحمد وسعد. أحمد شخص عادي يقدر يأخذ نوت تيكينج بيده، يمكن بياخذ نوتس في اغلب الاماكن، لكن حيستخدم هذا تو سكان ا لوت اوف دوكيومنتس، ويستخدم هذه الدوكيومنتس لاسباب مختلفه. وحتى لو استخدم الدوكيومنت كصوره في الاساس او المستند هذا كصوره، حيقدر كمان يستخرج النصوص من هذه الصوره ويستخدمها استخدامات اخرى، وبالتالي حيرتفع مستوى التعامل والاستخدام مع النصوص المطبوعه بشكل كبير. هذا بيسوي يعني نوع من الموامه والبلندنج بين الأشياء الديجيتال والأشياء الفيزيكال، لأنك أنت اليوم بتقرأ شيء فيزيكال بيدك أو بتشوف شيء أحياناً في مكان بتقدر تصوره مباشرة وتتعرف على النص اللي موجود فيه. طبعاً هذا الأوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن جزء من الكمبيوتر فيجن، وهو يعني واحد من الأريز الرئيسية في الكمبيوتر فيجن، واللي عليها يعني ما شاء الله مجموعة من المنتجات المميزة. أنا ذكرت واحد منهم. طب خلنا أرجع لسعد. وسعد عنده احتياجات خاصة، قد يكون ما يقدر يكتب بسرعة، وقد يكون ما يقدر يشوف النصوص، وبالتالي إذا صورها وقرأها له البرنامج هذا تطور مرة كبير، وبالتالي سعد حيقدر يتعامل مع أشياء كثير في يومه يمكن ما كان قادر على التعامل معها. بالتالي هذه التكنولوجيا الحين بتقرب المسافات بين حتى الأشخاص اللي كان عندهم بعض الصعوبات في التعلم أو بعض الصعوبات بشكل عام أو الاحتياجات الخاصة، وأيضاً الأشخاص اللي عندهم احتياج في رفع كفاءتهم، وبالتالي بتقرب حتى كفاءة الأشخاص هذول بشكل كبير، وحيزيد استخدامهم لهذه التكنولوجيات، وحيزيد استخدامهم مثل ما ذكرنا للبلندنج بين الأشياء الفيزيكال أو الأشياء الحقيقية
والأشياء الديجيتال اللي هي الأشياء اللي في جوالك أو في لابتوبك بتستخدمها اليوم. مثال مختلف قريب على Natural Language Processing. وخلني أبدأ بسعد هذه المرة. سعد مسافر وما يعرف لغات كثير، أو أحيانا يعرف عربي بس ما يعرف إنجليزي، وبيحاول يتكلم مع أحد. زمان كان موضوع جدا صعب وقد يكون محرج لكثير من الناس. اليوم الريل تايم ترانزليشن ترى مستوى أعلى بكثير من سنوات الماضية، بيعتمد كثير على نيورال نتورك في الباكند وغراف نتوركس، وفي تحليلات جدا قوية واستخدام لبيانات كثيرة بتساعد على تطوير درجة الترجمة فيها. قد واحد يقول لي أو جوجل ترانزليت، تعرف أكيد أول ما واحد يسوي جوجل ترانزليت من أي مكان. إيه هذا كلام صحيح في النصوص الكبيرة لما يكون النص صعب على الآلة حاليا، لكن في النصوص الصغيرة وبالذات في جملة واحدة أو في تعريف واحد أو لكلمة واحدة، أعتقد هذه البرامج أثبتت فاعلية كبيرة جدا اليوم، وأكاد أجزم أنه ما في أحد مننا ما يستخدمها حتى وين كنت أنت ضليع أو عارف باللغة هذه بشكل مميز. بتحتاج أحيانا السرعة حقت الكمبيوتر في استرجاع هذه المعلومات. طيب لسعد هذا الموضوع قد يفتح له أبواب جديدة بأنه يتعلم بلغات مختلفة، بأنه يتواصل مع ناس بلغات مختلفة، بأنه أيضا يطور من تعليمه أو حتى في عمله يطور من مستوى النقاش أو التواصل مع الآخرين باستخدام هذه التكنولوجيا. طيب لأحمد نفس الكلام، يمكن أحمد قادر على التعلم أسرع شوي من سعد، لكن أيضا في اللغات وفي لغات ما يعرفها وللترجمة من لغة لأخرى وبالذات في الحديث أو الكتابة مع الأشخاص حيساعد على كسر الحواجز حقت اللغات، وحيصير تقدر تتعلم اليوم أو تقرأ أو تتابع أشياء من لغات مختلفة، وقد تلاقي أنك بتتنقل من لغة إلى أخرى بشكل سريع على الرغم من أنك ما تعرف هذه اللغات، وهذا حيساعدك أيضا على تعليمهم مع الوقت إذا أنت كنت حريص على هذا الموضوع. من ضمن الأشياء اللي في Natural Language Processing أو معالجة اللغات الطبيعية بالذات لسعد، إذا كان هو عنده تحديات في الكتابة ولنفرض مثلا جدا هو ما يقدر يكتب أو ما يعرف يكتب أو عنده صعوبات في التعلم فصعب على الكتابة، اليوم Speech Recognition أو التحويل من الصوت إلى الكتابة تطور بمراحل كثيرة. مرة ثانية في الخلفية كلها شغالة على Deep Neural Networks، بتتعلم من نصوص كثيرة وأصوات طبعاً وملفات، زي ما تشوفوا اليوم عدد الملفات الموجودة في اليوتيوب، عدد البودكاست بشتى اللغات حتى باللغات العربية اليوم، باللغة العربية اليوم في تزايد مستمر، وبالتالي تعليم الآلة ترجمة أو تحويل النصوص المنطوقة إلى كتابية أو حتى لترجمتها أو لاستخدامها أي استخدام بعد كذا حيكون له أثر مرة كبير. لنأخذ مثال شخص وانتو بسلامة كفيف أو بصير، اليوم بيقدر يتكلم مع الجهاز، وحين حتى مو شرط يمسك الجهاز، في أجهزة كثير مثل النظارات، وأظن كثير مننا شاف النظارات فيها السماعات، فيها أصلاً الميكروفون، وبالتالي يقدر يتكلم معها. تقدر باستخدام Natural Language Processing والSpeech Recognition تفهم هو إيش طلبه أو الكويري اللي هو بيطلبها، وباستخدام الكمبيوتر فيجن يقدر تحول كثير من الأشياء اللي هو يشوفها أمامه أو قراءة النصوص اللي موجودة في اللوحات أو في العلامات في الشوارع أو في النصوص اللي مكتوبة إلى شيء مقروء أو منطوق، وبالتالي يقدر يسمعه ويقدر يتعامل معه. هذه حتحدث وأظن يعني أوريدي أحدثت نقلة نوعية في مجموعة من الفئات، بالذات مع صعوبات التعلم، بالذات مع إخواننا المكفوفين، حتجد أنهم يعتمدوا على هذه الأشياء بشكل كبير. يمكن ترجع وراء كذا، وإذا ما كنت تعرف أحد من هذه الفئات حلو أنك تشوف كيف هذه التكنولوجيا أثرت عليهم، وحتجد كثير من الفيديوهات عنهم يتكلموا على استخدامها ويتكلموا على تطورها. زمان كانت صعبة وكانت ركيكة جدا قبل دخول النيورال نتوركس فيها وقبل دخول الذكاء الاصطناعي، واليوم مع الذكاء الاصطناعي صار فيه تطور ملحوظ وكبير
في هذا المجال. طيب بالنسبة لأحمد هل هذا شيء مهم؟ إيه طبعا. لنفرض جدلا نقاش كان بيني أو بين أحد من زملائي وكنت أرسل له رسائل وأنا بسوق السيارة، فكان يقول لي لا تكتب وأنت بتسوق. قلت له أنا أصلا ما قاعد أكتب وأنا بسوق معك، أنا الحقيقة بضغط على الزر وبتكلم، طبعا باللغة الإنجليزية حاليا، لكن بتكلم مع الجوال والجوال بيرسل لك الرسالة. أنا بقول له أرسل الرسالة باستخدام سيري أو أليكسا أو غيرها، وهو بيرسل لك الرسالة مباشرة. فمن الجميل أنك تجربها أحيانا، تجربها بالعربي، تجربها بالإنجليزي. أعتقد أنه تجربة الاستخدام هتكون معين كبير على تبني هذه التقنية، وعلى أيضا التعرف على الخلفية وكيف تعمل هذه التقنيات في شكلها التقني من الوجه الآخر. أيضا في Natural Language Processing واحد من أفضل أو أجمل التطبيقات هو Summarization أو أخذ الملاحظات من الاجتماعات، سواء كانت اجتماعات حضورية أو اجتماعات أونلاين أو أحيانا محاضرات في الجامعة. حاولت أسوي تجربة وأشوف هل في فرق بيني وبين أخواني اللي أصغر مني اللي الآن في المدرسة أو أبنائي، ولقيت أنه في فرق كبير بيننا. أنا زمان كنت أكتب كل شيء في الدفتر، وكان مطلوب مني أحاول أكتب كل شيء على السبورة على الدفتر هذا، وبعد كده أتعامل مع الدفتر وأتعلم منه. اليوم أغلب اللي سألتهم كانوا يستخدموا النوت تيكينج على الآيباد، كانوا يكتبوا سواء بخط اليد أو بالتسجيل المحاضرات على الآيباد مباشرة، وبالتالي التحويل من الصوت إلى الكتابة وقراءة النصوص واحدة من الأشياء المهمة اللي هم بيستخدموها. الكثير اليوم وأنا واحد منهم أصور أي محاضرة أحضرها وأصور بعض السلايد اللي أشوفها مهمة، وبالتالي إذا مو بس أهميتها أني أنا مدوكيمنتنج أو بحرص على أخذ الملاحظات، في نفس الوقت أقدر أستخدم هذه النصوص وأقدر أحياناً أعمل سمرايزيشن أو اختصار أو تلخيص للمحاضرة أو للاجتماع وأرسله بسرعة للأشخاص. هذا يحفظ وقت كثير جداً 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 من أوقاتنا اللي بتضيع من بعد الاجتماع للتلخيص اللي صار في الاجتماع، لإرسال هذه الميتينج مينتس للآخرين، وبعد كده اعتمادها في المرة القادمة. اليوم ممكن جزء كبير من هذه العملية يصير بشكل أوتوماتيكي باستخدام Natural Language Processing أو معالجة اللغات الطبيعية وباستخدام الذكاء الاصطناعي في الخلفية. واحدة من التقنيات الجميلة اللي قد تسمع عنها بأشكال مختلفة هي الجانز أو Generative Adversarial Networks. فكرتها بسيطة، طبعاً بدأت بداية بسبب أنه نحتاج ندرب النيورال نتوركس على كمية كبيرة من البيانات، وعادة عندنا كميات محدودة من البيانات. فكان الفكرة كانت أنه نحاول نعمل بيانات من عينة موجودة عندنا. اليوم تطورت هذه التقنية بشكل كبير وصارت تستخدم في أماكن مرة كثير. حاعطيكم مثالين، وهذه المثالين حتأثر على جزء كبير أيضاً من التعليم مع المثالين اللي ذكرناهم أحمد أو سعد. فمثلاً إذا أنت قلت لي أرسم رسمة قطة اليوم، وأنا بصراحة رسمي على قدي مرة وأظنني ماني مبدع في الرسم ولا أحد يشوف رسماتي، ممكن أخربش خرابيش شبه الرسمة اللي على اليسار هذه، والبرنامج بشكل عام حيجيب لي صور أو حيحسن لي الرسمة بشكل كبير، فأقدر أستخدمها باستخدام أفضل، وبالتالي ما يحتاج أحد يشوف الخرابيش اللي أنا أسويها، أقدر أعرض صورة أو رسمة بشكل أفضل. نفس الكلام في المثال اللي تحته على الحصان مثلا، حتى لو كانت الرسمة معقدة هيكون الكمبيوتر أو الجهاز قادر على معرفة أنت إيش بتحاول توصل، إيش المعلومة اللي بتوصلها وإيش الرسمة اللي بتوصلها، وأحيانا حتى على تحسين الرسمة وجعل خطوطها أفضل أو تلوينها أو البحث عن رسمة مناسبة مثل ما يكون في الصورة. أيضا مثال جدا مهم دلال مثلا اللي هو من أوبن إي آي، مكتبة جديدة أعلن عنها مؤخرا، تقدر تكتب فيها نص وهي تبحث لك عن صورة أو تنتج لك صورة مشابهة كثير للنص اللي أنت ذكرته. ففي هذا المثال اللي على اليمين بنطلب a painting of a fox sitting in a field at a sunrise in the style of cloud mount. الرسمة هذه رسمها بالكامل الجهاز بناء على المعطيات اللي ذكرت في هذه الجملة. فأنت هتقدر تذكر
انك تبغى ترسم رسمه معينه بشكل معين في مكان معين، والجهاز هيقدر يطلع لك رسمه مشابهه للي في بالك. وقد يكون مع الوقت تطور هذه التقنيات بشكل اكبر وتصير الرسومات معبره اكثر، ويمكن فيها معلومات وتفاصيل ادق من هذه التفاصيل. احثكم كثير انكم تفكوا هذا الرابط وجربوا تكتبوا بعض الجمل وتشوف كيف الموديل هذا قادر على انشاء الرسمات بشكل كبير. طب هذا حيفيد في ايش؟ حيفيد كثير في التعليم، حيفيد كثير في بناء معارف جديده، في استخدام التعليم بشكل اوسع، في الخروج من انه انا احسن رسمتي او احسن طريقه تواصلي بشكل بسيط، لاني انا ابدا اتواصل بشكل اسرع واقلل كثير من الوقت الضائع في تحسين جودة مثلاً الرسومات أو تحسين جودة المخرجات اللي أشتغل عليها. طبعاً إذا أخذت وظائف مثل وظائف الكاد ديزاينرز أو الرسامين أو حتى وظائف الفنانين، حيقدروا ينتجوا إنتاج أغزر وأكبر بكثير من السابق. هذا الكلام يوصلني ليش؟ هذا الكلام يوصلني للpersonalized education أو تخصيص التعليم. اليوم إحنا كلنا بنروح المدرسة أو الجامعة أو حتى إذا كان تعليم مستمر بنحاول نتعلم من الشيء العام، وبنقرأ الأشياء العامة وبنحاول نستفيد منها حسب ما نشوفه مناسب. مع الوقت تقنيات الذكاء الاصطناعي حتساعد على تخصيص هذه التجربة وجعلها مشابهة أكثر أو مساعدة أكثر لاهتماماتك. حتربطها أنت باهتماماتك بشكل أكبر، فمثلا الكونتنت ممكن بدل ما تقرأ الكتاب بالكامل ممكن يكون فيه فلتريشن أو تخصيص الكونتنت هذا، ويصير في ريكومندر سيستم أو تأخذ يعني شيء مخصص ليك يمكن بالأمثلة اللي أنت تحبها أو بالكونتكست اللي أنت تحبه، بدل ما تقرأ شيء عام ويكون بعيد عنك وتقول مثل ما نفكر في تعليم الكبار إني أنا أحتاج أعرف أكثر أنا فين هستخدم هذه المعلومات، هحتاج أعرف قبل ما أتعلمها وقبل ما أحط بجهدي فيها فين ممكن أستخدمها، هل هي مفيدة لي وفين أقدر أستفيد منها. اليوم الفلتريشن هذا والذكاء الاصطناعي في الخلفية حيساعد جدا على تقريب هذه الصورة، وحيساعد أيضا على تخصيصها بشكل مناسب لك. فلنفرض جدلا إذا أحمد يحب الكورة، أتكلم عن كرة القدم، وكان كثير من المواد اللي يدرسها قد حتى في الرياضيات ممكن نمثل عنها بالكورة. اليوم ممكن الـ recommender system يعطيك أمثلة أقرب لاهتماماتك وأمثلة أقرب بحيث أنك تقرب الصورة وتتعرف عليها بشكل أكبر وتعلق في ذاكرتك بشكل سريع. الفلتريشن هذا حيعتمد على مدى استخدامك لكثير من البرامج. وحافظت جدلاً مثلاً أنت اليوم تستخدم إنستغرام مثلاً وكثير بتتصفح كثير من الصور أو البوست، وهذه البوست كلها بتدخل على أنظمة مختلفة في الباك إند، وبالتالي تقدر you continue scrolling في أشياء مهمة لك أو أنت مهتم بها بالأصح وتستمر فيها وتقدر عليها وقت أطول، على الرغم أنه يعني يمكن ما فيها content زيادة، فما بالك إذا كانت تعليمية أو تثقيفية أو حتى بتساعدك على تطوير مهاراتك بشكل أو بآخر وليست فقط على مستوى الترفيه. أيضا إذا ذكرنا سعد مثلاً وتكلمنا عن احتياجاته الخاصة، فالريكومندر سيستم هذا قد يساعد على تقريب كثير من الأمثلة والبرامج واختيار حتى نوعية أو توصيل هذه المعلومات بشكل مناسب، زي ما ذكرنا سابقاً باستخدام الناتشورال لانجويج بروسيسنج وباستخدام الكمبيوتر فيجن، بحيث يكون القارئ أو المستخدم قادر على الربط بشكل كبير وواضح ويمكن قريب جدا له شخصيا بما يتناسب مع اهتماماته ويتناسب مع احتياجه في الشيء اللي بيدرسه. طيب كده احنا غطينا كلام عام عن البرسوناليزد ادوكيشن، عن الكمبيوتر فيجن والناتشورال لانجويج بروسيسنج. يهمني ايضا اني اضيف انه الجامعه او المدارس حتقدر بالريكومندر سيستم هذا تقترح كثير من الماتيريال او الريكومنديشنز او حتى المواد الاضافيه للطالب بدون ما يتدخل المدرس، فالمدرس يعد بعض الاعدادات الرئيسيه في البرامج هذه، وبالتالي يقدر يتابع الطلاب ويتابع قراءتهم لمنتجات معينه ارسلها لهم، يتابع اذا كان هذه الاشياء
لاقت القبول، هل هي فن، هل هي ممتعة لهم بسبب استخدامهم ومتابعة استخدامهم، يقدر يخصصها أكثر إذا يعرف عنهم معلومات أكثر. لنفرض واحد يحب كرة القدم والثاني يحب كرة السلة، وقد تكون الأمثلة أو البرامج المشاركة معهم تختلف حسب المثال. وبالتالي واحد مثلا يحب السوني ويحب يلعب بالـ EA Games حيقدر يأخذ شيء مشابه لاهتماماته، وبالتالي يزيد إمكانية تطور المعرفي وأهمية تطوره هذا بشكل كبير، أو كفاءة تطوره بشكل كبير. طيب كيف هذا حيأثر على وظائفنا في التعليم؟ خليني يمكن أغير طاقيتي كذا وأقول مثلا إذا أنا كنت معلم سواء في مدرسة أو في جامعة، هل هذه التقنيات حتأثر علي؟ هل أنا المفروض أتعلم شيء عنها زيادة؟ طبعا إحنا هنا ذكرنا مجموعة من التقنيات، وتقدر ترجع بشكل بسيط تبحث عنها بشكل سريع، تقدر تلاقي الكثير من الدورات سواء بتقدمها جهات حكومية مثل الهيئة، وإحنا نقدم مجموعة من البرامج في هذا السياق، أو بتقدمها جهات أخرى، حتقدر تتعلم كيف تستخدمها. وأنا أظن تعلم الاستخدام هو أول خطوات تبني هذه التقنيات. إذا تعلمت استخدامها وشفت فائدتها قدامك، يمكن تتعلم تطويرها، ويمكن تحرص على تطوير شيء أفضل إذا كانت ما لبت احتياجك بالشكل المناسب. نرجع للوظائف، هل حتختفي وظيفتي في المستقبل؟ وهذا واحد من أكثر الأسئلة اللي نسألها أو اللي تتبادر للأذهان، بالذات في استخدامات الذكاء الاصطناعي. الجواب يعتمد. إذا أنت تغيرت وأضفت لنفسك هذه التقنيات واستخدمتها بشكل مميز، أعتقد أنك دائما حتكون في أوائل المعلمين أو الموظفين اللي استطاعوا أنهم يسخروا هذه التقنية في ممارساتهم التعليمية وفي تقريب الصورة للطلاب، وبالتالي زيادة وعيهم وتعليمهم بالشكل الأمثل، وفي نفس الوقت اختصار كثير من الأوقات عليك سواء في التصحيح أو في إرسال المعلومات أو في متابعة الطلاب أو في أي جزء آخر أنت تشوف أنه كان في وقت كثير مهدر من ناحيتك. أيضا حيضيف هذا مجموعة من الوظائف الجديدة، حيصير في تحديات في وظائف التعليم أكيد، لكن حيضيف مجموعة من الوظائف في تصميم هذه البرامج، في تطوير هذه البرامج، في تطوير تجربة المستخدمين حسب اهتمام الجهة في هذه البرامج. فحتجد أنه مدرسة عن مدرسة قد تطور أشياء مختلفة، حتجد أنه منطقة عن منطقة قد تطور أشياء مهمة لمنطقتهم أكثر أو أقرب لمنطقتهم. حيصير في اهتمام في البيانات ومشاركة هذه البيانات بشكل كبير، بحيث أنها تطور هذه الأنظمة للاتجاه اللي تشوفوه مناسب في تخصصاتكم وفي برامجكم المعتمدة. أيضا حتقلل من الأعمال الروتينية اللي قد تكون مزعجة لكثير مننا، يضيع فيها أغلب وقتك كمعلم أو حتى كباحث عن معرفة في مجالات كثيرة. الوظائف الجديدة حتكون مركزة على الأوتوميشن، مركزة على استخدام هذه التقنيات، مركزة أيضا على التأكد من الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات. وقد نكون في الهيئة حريصين على هذا الموضوع، ويمكن إن شاء الله يكون لنا يعني إعلانات قريبة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعرفة كيف هذه البرامج تكون غير متحيزة، كيف هذه البرامج تكون عادلة، كيف هذه البرامج نتابعها ونتأكد أن مخرجاتها صحيحة، كيف نتأكد أنه ما يتم التأثير على البرامج بأنها automated والأتمتة فيها عالية، ما يتم التأثير عليها من جهات خارجية أو من أحد غير مصرح له بالتأثير عليها، كيف يكون معرفتنا وفهمنا لهذه البرامج أو explainability of AI واضحة، ونقدر نعرف أنه كيف هذه البرامج بتعتمد قراراتها، بالذات إذا اعتمدنا أن هذه القرارات المتخذة بشكل مستمر صحيحة ونقدر نعتمد عليها بدون ما نراجعها بشكل يدوي. كثير من الوظائف حتكون في موضوع الأخلاقيات وموضوع الإثكس، كثير من الوظائف حتعتمد على تقنين هذه التقنية أو متابعتها أو الاهتمام بتفاصيلها، هذا غير إنجاز أو إتمام أو تحسين التجارب في هذه التقنيات. الحقيقة الهيئة تعمل على كثير من هذه المنتجات، وأظن اليوم عندنا برامج مع وزارة التعليم، أعتقد كان في برنامج بدأ الفترة الماضية مع المعلمين حاسب الآلي،
والآن أيضاً مع الطلاب فالمعلمين اليوم بيدرسوا الطلاب على استخدام الذكاء الاصطناعي كإكسترا كوريكولم أكتيفيتيز في بعض الأماكن على مستوى المملكة. أيضاً في برامج مختلفة تساعد على تبني هذه التقنيات نعمل فيها مع كثير من الجهات الخاصة والحكومية في نفس الوقت. أعتقد أن الهيئة بتقوم بأدوار أيضاً مختلفة في تشريعات والتي صدر مجموعة منها من السياسات الخاصة بالبيانات، وإن شاء الله حيصدر مجموعة أكثر تقرب على الأخلاقيات وتقرب على مشاركة البيانات بشكل أكبر، بحيث أن الجميع يكون عنده فرصة من الاستفادة ويكون عنده الدعم القانوني اللي يحتاجه للمشاركة واستخدام هذه البيانات بشكل أمثل. طيب is it a one-sided trade؟ يعني هل هذا الشيء من اتجاه واحد؟ هل هو بس جهة واحدة تشتغل وتعتمد عليه؟ طبعا أعتقد أغلبكم من متابعة الحوار اليوم تكلمنا عن أشياء كثيرة، تكلمنا عن الاستخدام وتكلمنا أيضا عن كيف حتحول هذا الاستخدام إلى تطوير، كيف حتطورها بتجميع البيانات المناسبة، كيف الوظائف حتتغير، كيف الأبحاث عن طريق الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي وعن طريق الإكسبلينابيليتي أو إنتربريتابيليتي أوف أي آي ريسيرش حيكون موجود في على مستويات مختلفة من أماكن مختلفة. أتمنى أن يكون زودتكم بعض المعلومات الأساسية، وأتمنى أن تكون يعني محاضرة شيقة لبعضكم، أو قد نسمع بعض الأسئلة أو ننتظر بعد الاجتماع بعد الدكتور فارس الله يعطيه العافية. Back to you دكتورة فلوه. الله يعطيكم ألف عافية دكتور حبيب. Thank you very much for your presentation and enriching talk. If you allow me, I would leave the questions and comments at the end during the discussion session. And now we will move on to our second presenter, Dr. Faris Katib. Dr. Katib received his PhD in computer science from the University of Colorado, USA. He is currently an assistant professor and the head of the Information Technology Department at the Faculty of Computing and Information Technology at King Abdulaziz University. His research interests include computer vision image processing applications such as object detection, face recognition, adversarial examples. He's also working on the natural language processing for Arabic and English text. He participates as a speaker and presenter in conferences in artificial intelligence areas and a member of the advisory board in other departments. Please welcome with me Dr. Faris Katib. شكرا لكم دكتور فلوى، وايضا شكرا للدكتور عبد الرحمن، يعني ما شاء الله غطى مواضيع كثير. فأنا راح أتكلم من ناحية أخرى مختلفة أو من زاوية أخرى، زاوية المسؤولين عن التعليم، المدرسين، أصحاب القرار الذين يتمكنون من إضافة هذا العلم في مؤسساتهم التعليمية. ففي البداية إحنا هنتكلم عن الطلاب وهم الأساس. هل الطالب يعرف ما هو الذكاء الاصطناعي؟ هل يلمس في حياته العامة؟ نعم، في كل يوم في daily life students touch and deal with techniques from AI. بداية من الصباح مثلا إذا حيسمع ميوزيك حيختار ميوزيك من البلاي ليست أو الريكومندد سيستم عن طريق الذكاء الاصطناعي. لما يبغى ينفذ شيء يستخدم سيري أو أليكسا، برضو حيكون عن طريق الاي اي، وتسمى اي اي بيس فويس اسيستنت. لما حيستخدم الجوجل ماب، حاول ما استخدم اسماء الشركات لكن هذا متعارف عليه الان، جوجل ماب مثلا حتحط اللوكيشن حيطلع لك افضل طريق عشان ما تعدي على زحمة معينة. فبرضو هذه تعتبر من أحد التقنيات في الذكاء الصناعي. لما تجي تستخدم البصمة، كانت قبل COVID-19 والآن بعد COVID-19 أغلب الأماكن صاروا يستخدموا الفيس ريكوجنيشن، هي أحد التقنيات المعتمدة على الذكاء الصناعي.
لما بيتفرج على امازون مثلا بيشتري شيء معين بيطلع له ريكومنديشنز على برودكتس معينه بيطلع له اختيارات الناس المشابهه لشخصيته او لاختياراته بيختار فيلم عن طريق نتفليكس برضو حيشوف افلام تكون في القائمه في بدايه القائمه ما هي عشوائيه ما هي اختيارات اعتباطيه انما هي بناء على كل الاختيارات السابقه لنفس الشخص لكل الاهتمامات قد يكون في جمع بيانات من مكان اخر زي الاعلانات اللي بنشوفها في السوشيال ميديا بتكون معتمده على كلمات بحثيه موجوده في براوزر مثلا فهذه بيشوفها الطالب او بيشوفها اي شخص عادي بيجي له استفسارات كيف هذه صارت هل هذا شيء طبيعي هل هذا شيء صدفه مع الذكاء الصناعي ما في شيء تقريبا صدفه كلها تكون بناء على بيانات مجمعه سابقا نظام عملنا له تريننج وبعد كذا هو اللي اعطانا هذه الاقتراحات فهذه كلها الطالب او الشخص العادي بيشوفها كل يوم بيجي له استفسار كيف ممكن اني يعني اعرف انه هذا الشيء ممكن اسويه انا ممكن يصير ولا لا فحنخش على نقطه ثانيه مهمه طيب احنا عندنا العلم هذا عندنا اساسياته لكن كيف حنوصله فانا حاولت اني اقسم الاشخاص اللي حيتلقوا هذا العلم الى اربع اقسام القسم الاول اللي هو حيستقبل المعلومات العامه وهم الطلاب قد يكونوا طلاب الابتدائي او المتوسط او الثانوي وفي هذه الحاله احنا ما نقدر نقدم لهم كل التفاصيل الخاصه بالاي اي وانما حيكون زي اي علم اخر يكون على جرعات في ماده الحاسب الالي في طريق شرح بعض الابلكيشنز مثل اللي ذكرها الدكتور عبد الرحمن في برزنتيشن يعني اعطانا امثله ما شاء الله كثير في عده مجالات قد نستفيد منها بعض الكيس ستدي كيف نستفيد منها في مواد اخرى زي الكيمياء زي الفيزياء زي الاشياء هذه فهذا الجزء الاول او النوع الاول من الطلاب النوع الثاني هو البيزك نوليدج وهذول الطلاب اللي يكونوا من عده تخصصات وليس فقط الحاسب الالي يعني حيكون في ناس حيحتاجوا انه يعرف الفرق بين الكلمات معينه في الاي اي ماشين ليرنينج نيورال نتورك ديب ليرنينج فهذه كلها مسميات يحتاج الطالب العادي في اي مجال انه يعرفها ويتعلمها بالاضافه ايضا الى الابلكيشنز الملامسه لتخصصه فلو مثلا كان تخصصه هندسه يحتاج يعرف عن التطبيقات التي قد تستخدم في السمارت سيتيز والسيارات ذاتية القيادة وما إلى ذلك وفي المصانع بشكل كبير إذا كان طالب في الطب ممكن نستفيد من معرفة الاستفادة من تحليل الصور زي ما في بعض الأبحاث الآن عن تشخيص الأمراض عن طريق الأشعة فهذه الأمثلة هي المهمة أنه تقدم له في هذا في هذه الفتره فهذا هو النوع الثاني النوع الثالث الانترميديت نوليدج وهذول طلاب الكمبيوتر ساينس بشكل عام الان انتم عارفين يعني الكمبيوتر ساينس عده مجالات وعده انواع ترتبط بعضها بمعارف اخرى زي النتوركينج مثلا فلو في هذه الحاله احنا هنقدم كيف ممكن ان الطالب يتعامل مع موديلز موجودة ممكن يغير فيها بناء على داتا معينة فهنا حيكون عنده علم أعمق بتفاصيل الذكاء الاصطناعي إيش الشبكات اللي حيستخدمها إيش الاركتكشر المجال الرابع وهو المجال الأدفانس نوليدج وهو يعتبر متطور أكثر والناس المتخصصين بشكل كبير هم الطلاب المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي
يحاولوا إنهم ينتجوا ألغوريثمات جديدة يتم تنفيذها بشكل أسرع، ويتم يعني مثلا استخدام داتا سيت أكبر أو بعدة طرق أخرى. فهذه إن شاء الله حيتم التركيز عليها برضو في موضوع الأبحاث في السيشن المقبلة بإذن الله. فالآن عندنا 4 أنواع للطلاب، فكيف حنوصل المعلومات هذه لكل فئة؟ طبعاً في المدارس حيكون مختلف تماماً عن اللي في الجامعات، غير اللي حيقدم لطلاب الحاسب غير المتخصصين. طيب نرجع نقطة وراء، ليش مهم جداً أنه إحنا نقدم هذا العلم للجيل القادم؟ طبعاً إحنا تركيزنا الآن على الستودينتس، لكن قد يكون برضو موجود في الببليك اللي هو العامة، إنه نعطيهم التولز المناسبة. بس ليش مهم الذكاء الصناعي يدرس في كل مكان؟ أولاً إذا تكلمنا عن التكنولوجي أو التقنية بشكل عام، في المستقبل حيكون تركيزها بشكل كبير على تسهيل حياة المستخدم، تسهيل حياة المتعلم، تسهيل حياة الشخص في المصنع، تسهيل حياة الطبيب. فكل التقنيات الموجودة تحاول أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي للاستفادة من خبرات سابقة، مثلا للمساعدة في تحليل بيانات، وهذه كلها تعتبر تطور للتقنية. إذا تكلمنا عن الشركات الآن، نجد أنه أغلب الشركات المتطورة أصبح لديها ذراع خاص للذكاء الاصطناعي، والهدف منه ليس استبدال الموظفين، وإنما يكون طريقة سهلة لزيادة الإنتاج. هل حيكون في استبدال الموظفين؟ وهذا السؤال الدكتور عبد الرحمن حاول يجاوبه وأنا حاول أجاوبه والكل. أنا في رأيي أنه نعم، قد يستبدل بعض الوظائف الروتينية، خصوصا في المصانع، الأيدي العاملة اللي بتشيل كرتون بتحطه في مكان تاني أو بترتبها أو بتحاول تفرز شيء معين، فهذه كلها أعمال روتينية أو low level value job ممكن أنها تستبدل. طيب اللي حيكون مكانها إذا ما تعلم AI أو تعلم بعض الطرق لي أو فهم على الأقل ما هو الذكاء الصناعي، فممكن يتعامل معه. إذا ما حاول إنه يتعلم ويعرف ما هو الذكاء الصناعي، قد يكون هناك مشكلة، زي ما كان في ناس ما عندهم فترة من فترات اتصال بالإنترنت ومعرفة بالتقنية، وجدوا نفسهم بعد 10 سنوات أو 20 سنة مبتعدين عن العالم بشكل كبير، وهذا هو التحدي الكبير في المستقبل الفيوتشر. حنلاقي إنه الـ AI موجود في كل حياتنا، في كل التفاصيل اليومية لنا. طيب كيف حنقدم العلم هذا، أو how to achieve the goal of powering students with AI knowledge؟ أولاً حيكون عندنا الكورسز، حنقدم كورسات بالنسبة للطلاب في المدارس، حنقدم في الجامعات كورسات زي ما هو موجود عندنا في جامعة الملك عبدالعزيز، كورس خاص بالذكاء الصناعي يقدم لجميع الطلاب في الجامعة، حأشرح لكم إن شاء الله في السلايد المقبل. أيضاً عن طريق التدريب، الآن في مواقع أونلاين تريننج حيكون مثلا عندنا زي كورسيرا، عندنا بعض المواقع الخاصة بالتدريب بشكل كبير، أو حيكون في معاهد زي الموجودة حاليا عندنا في السعودية من سدايا وغيرها من الهيئات والمنظمات. وأيضا فرصة جميلة إذا كان في طلاب معانا هنا اليوم، الهاكاثونات والمسابقات طريقة جميلة إنك تتعلم عن العلم هذا، لأنه يكون في فترة قصيرة يزودوك بالمحتوى،
بالأفكار. عادة الأفكار هي المحرك الأساسي للشخص أنه يتعلم ويطبق الفكرة اللي هو عارفها. فمهم جدا المشاركة في الهاكاثونات والمسابقات. أخيرا السلف ليرنينج, وهي أننا نحط إحنا محتوى مناسب للجميع, يتناسب مع الطلاب, يتناسب مع العامة, يتناسب مع المتخصصين أيضا. فهذا أعتبره أنا على عاتق المختصين في الذكاء الاصطناعي بإيجاد منصة أو إيجاد, أو ممكن تلاقوا بعض الأشخاص ما شاء الله متعمقين في شرح الكورسات عن طريق اليوتيوب أو المنصات الأخرى أو عن طريق البلوجز. ممكن الواحد يتعلم بعض الأساسيات الموجودة في الـ AI هناك. طيب ليش إحنا نحاول إنه الكل يستفيد, خصوصاً أصحاب التخصصات الغير حاسوبية في الجامعات؟ أولاً الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون علم خاص بذاته إلا إذا كان في داتا ست يشتغل عليها يطلع منها معلومات. فالذكاء الاصطناعي ما هو علم قائم بذاته زي الأحياء مثلاً والكيمياء والأشياء هذه, بل هو يحتاج معلومات من أقسام أخرى أو من علوم أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يحتاج إلى معلومات كبيرة. في مقولة دائماً تعجبني وهي The data is the fuel of artificial intelligence. يعني الذكاء الصناعي هو وقوده هو البيانات. فأينما وجدت البيانات استطعنا أن نطلع منها معلومات مفيدة, نطلع منها موديل ممكن أنه يتعلم من البيانات الموجودة, أو كمصطلح يسمى في الذكاء الصناعي training. طيب مين اللي حيستفيد من تطور الذكاء الاصطناعي أو تطور العلوم هذه؟ هم الأشخاص الغير مرتبطين بالفيلد. يعني لو الشخص المتخصص في الذكاء الصناعي طور الجروث المناسب, طور يعني الخوارزمية المختصة بالذكاء الاصطناعي, لكن ما طبق الداتا المناسبة, ما طبق المشكلة المحددة من في العلوم الأخرى, ما حيستفيد شيء, ما حيقدر يقيسها أصلا. فدائما المختصين في الذكاء الصناعي يحتاجوا إلى العلماء في العلوم الأخرى. أحد الأمثلة, وأنا ما راح أتكلم يعني بالتفصيل, يعني ما شاء الله الدكتور عبد الرحمن غطى أغلبها ما شاء الله بأمثلة وبصور. في الطب, في الروبوتيك سيرجيريز, العمليات اللي قد يكون باستخدام بعض الروبوتات في الجراحة, طبعا هذه فيها ديبيت, هل ممكن احنا نثق في الذكاء الاصطناعي الان بان هو يعمل لي عملية او لا؟ البعض يقول لا, انه انا دقة الجهاز والحاسب قد تكون اكثر من الشخص. والبعض يقول لك لا, انا ما اعرف هل الماكينة ممكن تخطئ او شيء معين وما حتقدر تتراجع. فهذا الديبيت صراحة ما ينتهي, لكن حنشوف في المستقبل القريب ممكن حيكون في عمليات بهذه الطريقة. الفيرتشوال نيرسينج اسيستنت, يعني هذا حيريح ناس كثير خصوصا النيرسينج, بس هذا ما حيلغي وظيفة النيرسينج مثلا ولا وظيفة الجراح. حيكون مساعد له, حيكون مساعد أو مراقب لشخص, يعني بدل ما يكون في نيرس لكل مريض يحتاجه في كل لحظة, بالعكس يكون في سنسورز معينة, في أجهزة متصلة بالمريض بحالته بالهيستوري تبعه, ممكن إنها تتوقع حالته هو في المستشفى.
إذا راح البيت ممكن حيكون في معلومات أدق إنه ممكن يجمعها عن طريق الجوال، عن طريق الساعة، زي ما أنتم عارفين الآن في بيانات كثير ممكن يتم جمعها بهذا الخصوص. أيضا في الأعمال الأخرى الإدارية في المستشفيات ممكن إنه يكون في استخدام كبير للذكاء الاصطناعي. الشات بوتس حنتكلم عن أحد الأمثلة في نهاية المحاضرة بإذن الله، وحيكون إكسرسايز لكم إن شاء الله أبغاكم تجربوا. طبعا عندنا برضو بعض الأمثلة في الإنجينيرينج، حيكون في إنترنت الأشياء الآن بتعطينا بيانات جدا كبيرة أو يسمى المصطلح بيج داتا. هذه بتعطينا معلومات كبيرة جدا ممكن نستفيد منها في الاي اي، فممكن يعني نستبق الأحداث في كل المجالات عن طريق البيانات هذه. هنستخدمها في السمارت هوم، في السمارت كارز، سمارت سيتيز، أي شيء سمارت الآن معناته إنه في AI بطريقة أو بأخرى. برضو تشات بوتس اللي هو باستخدام الناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي شرحها برضو الدكتور عبد الرحمن، فيها تفاصيل كتير ممكن أنها تكون كخدمة عملاء في جميع المجالات، ما هو بس فقط مجال الطب أو مجال الهندسة، بالعكس في كل المجالات. طبعا والأهم هو استخدامه في الإدوكيشن التوترينج سيستم اللي هو نظام تقوية الطالب، بدل ما يعطي له واجبات عشوائية أو واجب لكل الطلاب متشابه، لا حيكون عارف فين نقاط الضعف بالنسبة للطلاب، أعطي له الواجب مخصص في هذه النقطة، عارف أنه طالب متميز أعطي له بطريقة تانية. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه التقييمات حتعتمد مثلا على عدة أمور في الذكاء الصناعي، مثلا Natural Language Processing يصحح بعض البراغرافات، يفهم كيف الطالب يكتب عن طريق أمثلة سابقة، بيطبقها بيعرف هل هذا الطالب ماشي صح ولا لا. وهذه بتريح كثير من المدرسين إنه ما حيكون في تصحيح بنفس الطريقة السابقة. فالمدرس في هذه اللحظة حيركز على موضوع تاني أهم، حيركز على تقديم معلومات أخرى جديدة للطالب بدل ما يقعد يضيع وقته في التصحيح. أيضا معرفة الطلاب المتميزين أو الـ gifted students يسموهم. عادة في بعض المؤشرات إذا كان في بعض المواد ممتاز أو لي طريقة تفكير مختلفة، ممكن إنه المدرس ما يشوفها، هو لأنه هو بيشوف أكثر من طالب وبيصحح لأكثر من شخص. فلو كان في برنامج بيتابع كل طالب على حدة بالهيستوري تبعه، فمعناته أنه حيكون في أمل أنه يقدر يستكشف الأشخاص اللي زي كده. طيب أنا حأعطيكم بعض الأمثلة اللي موجودة عندنا في الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز. عندنا AI course في السنة التحضيرية مقسم إلى قسمين، قسم Fundamental of Artificial Intelligence واسم المادة 335، وهي للطلاب العلوم والإنجينيرينج. والمادة الثانية Introduction to Artificial Intelligence CPCS 336، وهذه لكل طلاب الآداب والعلوم، طلاب الآداب والتخصصات الأخرى، التخصصات الغير علمية. هذه الكورسين تقدم لكل الطلاب سواء كانوا تخصصاتهم يعني حاسوبية أو غير حاسوبية، ما هم بروفيشنال، فهم بيستفيدوا من معرفة المصطلحات الموجودة، إيش الأمثلة اللي ممكن يستفيدوا منها إذا دخلوا تخصصات أخرى، واستفيدوا من الذكاء الاصطناعي.
زيها زي البرمجة قبل تقريبا 10 سنوات. الآن كل العالم تحتاج البرمجة وتعرف برمجة. فالنقطة الأخرى حتكون في 10 سنوات المقبلة إن شاء الله هي الذكاء الصناعي. أيضا في مثلا في قسمنا في تقنية المعلومات احتجنا أنه نراجع مثلا برنامج الماجستير والدكتوراه، وجدنا أنه في توجه كبير للذكاء الاصطناعي، فأضفنا كورسات لبرنامجين هذه لتقوية الطلاب في الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون أدفانس من النوع الرابع. إذا تذكروا الأربعة كاتيجوريز للطلاب، هذا كان في المستوى الرابع اللي هو البروفيشنال. طبعا برضو زملاء في قسم الكمبيوتر ساينس صار عندهم برنامج خاص في الـ AI، ممكن تطلعوا عليه بعد المحاضرة إن شاء الله، يعني غير المواد الموجود عندهم في جميع المراحل، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. طيب إيش الأشياء اللي نحتاج نغطيها في أي كورس نقدمه؟ حيكون في important terms and we hear it many times: machine learning, deep learning, and neural networks. والعالم بتحاول إنها تستوعب إيش الفرق بينهم، إيش الفرق بين machine learning والdeep learning والـ AI. هل هي كلها نفسها؟ هل هي كلها مختلفة؟ فالطالب يحتاج أنه يعرف الفرق بين هذه الأشياء. أيضاً التطبيقات، يعني الشارت اللي عرضه الدكتور عبد الرحمن في الأخير اللي كان فيه 4 مجالات وتفرعاتها، كان جداً جميل صراحة، ويوري الطالب إيش المجالات الموجودة وممكن هو يختار المناسب له. طبعا برضو ما هو جنريت للديتا اللي هي الايمج والتكست اللي هو انتاج بيانات جديده. احد الامثله ذكر انه ممكن نطلع احنا فيسز جديده بملامح جديده، ما هي منطبق، يعني ما هي لاشخاص عاديين وتغيرت، لا هي يعني استحدثت من النظام بناء على بيانات كثير لوجوه تعرف عليها النظام. فهذا تعتبر من أحدث الأشياء الموجودة الآن، مو أحدث شيء، يعني تعتبر قديمة لكن الآن أصبحت بدقة عالية جدا، يعني لدرجة أنه أنت ما تعرف هل هذا الشخص قد يكون موجود حقيقي أو لا. والنقطة الأخيرة المهمة اللي هي الأخلاقيات الموجودة في الذكاء الاصطناعي، هل يمكن استخدامها من بيانات الأشخاص بدون علمهم؟ وهذه تعتبر في بعض الأحيان تجرم حسب النظام السعودي. هل ممكن أنه نواجه بعض الأشياء مثل العنصرية في الذكاء الاصطناعي؟ نعم، يحتاج مراجعة لأي موديل استخدم بيانات أو يتعامل مع أشخاص خارج منظمة، يعني منظمات المتخصصة. فضروري جدا أنه يتم تغطية هذه المواضيع في كل البيانات. طيب الآن نجي لختام البرزنتيشن، وحعطيكم الاكسرسايز اللي هتشتغلوا عليه. عندنا الهيئة العامة للغذاء والدواء مشكورين، عملوا تشات بوت وسموه سارة بهذه الصورة، بس يحتاج انكم تكتبوا هذا الرقم، تتواصلوا معها على الواتساب، حتعطوها اسئلتكم وحترد عليكم بشكل مباشر. في بعض الاحيان حتحسوا انه كمبيوتر يرد عليكم، وبعض الاحيان تحسوا شخص يرد عليكم. فأنا راح أسيبكم أنتوا يعني تجربوا هذه، تعيشوا التجربة هذه الجميلة الأشخاص غير المختصين. الأشخاص المختصين برضو لازم يجربوها،
ويكتشفوا نقاط القوة والضعف فيها. يعني أنا عادة أعطي للناس المختصين والغير مختصين من طلابي يجربوا، وكل واحد يعني يذكر لي إيش الأشياء اللي واجهها وكانت، أو الأسئلة اللي طرحها وكانت صحيحة والأسئلة اللي طرحها وكانت خطأ. فحسيبكم هذا الرقم الموجود عندكم، أحتاج بس تحفظوه وترسلوا لها الواتساب، تستفسروا عن أي نوع من أنواع الأدوية، تستفسروا عن الجرعات، تستفسروا عن بدائل للدواء، عن الصيدليات القريبة منكم، وحتعطيكم كل التفاصيل اللي تحتاجوها. فأحضركم دقيقتين. طبعا انتهى البرزنتيشن، مشكورين. هنا في بعض المصادر اللي يحب يطلع عليها، شكرا لكم جميعا. طيب الله يعطيكم ألف عافية دكتور فارس كاتب على المحاضرة الشيقة والإثرائية. طيب إذا وقتكم يسمح والحضور ما شاء الله تبارك الله، يعني عندنا تفاعل جميل وفي أسئلة وفي بعض الكومنتس يعني، فأنا حابدأ أقرأها يعني واحد واحد، ولو تفضل الدكتور فارس دكتور عبد الرحمن بالإجابة أو الدسكشن. طيب عندنا سؤال من أستاذة هنا طه بتسأل: هل يوجد دبلوم أو شهادة أقدر أخذها للذكاء الاصطناعي للتخصصات الطبية؟ هي تخصصها مختبرات طبية. دكتور عبد الرحمن. طيب حسب معلوماتي ما في شهادة متخصصة حاليا في المختبرات الطبية، في الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية. قد ما أكون مطلع على كل هذا الموضوع بالكامل، لكن ما زال اليوم التخصص الذكاء الاصطناعي يهمنا نقول أنه هو ملتي ديسيبلينري أو ملتي ديسيبلينري سبيشاليزيشن، معناه أنه تدرس مواد الذكاء الاصطناعي وتستخدم الأشياء اللي تعلمتها في تخصصك. ففي احيانا يعني برامج تجمع بين تخصص معين مثلا الصحه او الخدمات الصحيه والذكاء الاصطناعي، لكن تقدر تتعلم الذكاء الاصطناعي لحالك او على الاقل في برامج متخصصه بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحاول تطبقها في المنتجات اللي انت تعمل عليها في الصحه. طيب الله يعطيكم العافيه. في تعليق من استاذه أو الأستاذ سرحان عسيري يقول لك: مهما كان الذكاء الصناعي ما راح يقدر يوصل لعبقرية الذكاء البشري، الذكاء الصناعي محدود ويعطي أوامر بشرية فقط، يعني لا زال الذكاء الصناعي يحتاج للذكاء البشري، فما تعليقكم على ذلك؟ اسمح لي دكتور. تفضل. ما أعتقد أنه حنوصل للمرحلة أنه الذكاء الصناعي يستغني عن البشر في التطور، ولذلك يعني دائما الذكاء الاصطناعي نعتبره كشخص، نعطي له بيانات ونقول له احفظها وتعلمها وسوي الوظيفة المطلوبة. في شيء اسمه الذكاء الاصطناعي المتقدم، طبعا موجود في عدة مجالات زي السيارة الذكية، انه بيكون عنده عدة مدخلات وهو بيقرر على أساسها. لو وصلنا للنقطة اللي بعدها وهي إنه الذكاء الصناعي هو ينقي إيش يختار ويتعلم، في هذه المرحلة إحنا نقدر نقول إنه الذكاء الصناعي ما يعتمد على البشر، وهذا الشيء ما أشوفه ممكن، قد يكون مستحيل. إذا سمحت يا دكتور تعقيب بسيط، أحياناً الكثير يسمع عن الذكاء الاصطناعي أوتونومس ويسوي أشياء كثير، ونشوفه في الأفلام، في كثير تصور على موضوع الذكاء الاصطناعي يأخذ مكان الإنسان في أشياء كثير. هذا نسميه إحنا جنرال اي اي، وأعتقد إحنا ما زلنا في مرحلة مبكرة عن الجنرال اي اي. بالتالي يعني اليوم نصنع الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة معينة بشكل دقيق واضح، وليس لأنه يكون يستخدم في أكثر من مجال. يعني لو كان عندك سيارة مثلاً ذاتية القيادة، سيارة ذاتية القيادة ما هتقدر بكرة تلعب كورة أو الموديل هذا يستخدم في مكان ثاني أو يسوي عملية في مكان آخر. فبالتالي اليوم إحنا نستخدم كل واحد أو كل واحد من المودلز في مكان المحدد،
وبس الجنرال اي اي ما زلنا بعيدين عنه بشكل كبير. كلام جميل، الله يعطيكم ألف عافية. طيب عندنا سؤال آخر من الأستاذة حنان جنبي بتسأل: Does student tutoring and assessment system work in Arabic language؟ أعتقد هذا يمكن example دكتور فارس حضرتك عرضته، فهل لديكم فكرة لو موجود باللغة العربية؟ والله حسب علمي ما زال بالإنجليزي، فما أعرف بالعربي هل هو موجود أو لا. ممكن نسأل المختصين في الإدوكيشن صراحة. طيب في سؤال آخر من نفس الأستاذة: Would you think you need to empower faculty members to know about AI in addition to empowering students? جميل جدا، صح. يحتاج، وهذه النقطة اللي هي في الببليك اللي هي السيلف ليرنينج، هذه ممكن يكون اعتمادها كبير على المدرسين، انه حيجي اسئله من الطلاب لازم يتفاعل معاهم. فاحد الاشياء اللي ممكن تجذب الطلاب في حصته او محاضرته انه يتكلم عن الذكاء الاصطناعي، فضروري جدا انه يكون في هناك نوع من التركيز على المدرسين. طبعا احنا لو ركزنا الان على الطلاب في الجامعات، هم في يوم من الايام حيكونوا مدرسين ايضا. إذا سمحت يا دكتور إضافة أيضا بسيطة، يمكن أشارك بعض الأشياء اللي نشوفها من جامعات مختلفة. طبعا من المهم أنه يكون في تعليم للمعلمين في هذا المجال، وأعتقد هذا الكونفرنس أحد الأمثلة لرفع وعينا في هذا الموضوع. فمشكورة يعني الجامعة والأخوان الزملاء في قسم الحاسب والأقسام الأخرى برفع الوعي في هذا المجال. بعض الجامعات أيضا بتسوي برامج تدريبية خاصة للدكاترة أو للمعلمين في هذه الجهات بما يتلائم حتى مع تخصصهم. فعلى سبيل المثال الحصر في كاوست كنا معهم قبل فترة، كان في كورس ديب ليرنينج مخصص لقسم الكيمياء، وكان قبله في كورس مخصص لقسم الانفايرومنت. ففي حراك كثير انه احنا نعلم بعض هذه المنتجات او هذا التخصص، لانه انتر ديسيبلينري اجين. وبعد كذا الاخوان الزملاء في تخصصاتهم ان شاء الله يبدعوا في اخراج وتطوير او استخدام هذه التقنيات في مجالهم. طيب عندنا سؤال آخر من أستاذ سهير البنا بتسأل عن ways of applying artificial intelligence in healthcare simulation education. I think she's looking for examples. والله يعني ما شاء الله سؤال دقيق صراحة، ما أتوقع إنه يحضرني الآن أي أمثلة في السيميليشن بالنسبة للميديكال. إذا سمحت يا دكتور، إحنا على تواصل مع وزارة الصحة، ولنا مجموعة من الأعمال معهم في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي. واحد هذه الأمثلة مع المستشفى الافتراضي، وأيضا على تواصل مع هيئة التخصصات الصحية ومراكز التدريب أيضا الصحية. في كثير من الأشياء اللي بدأت معهم، أعتقد يعني خلال هذه السنة أو خلال الفترة القادمة هتشوفوا كثير من الإعلانات في هذا المجال بشكل عام. بالنسبة للسيميليشن تحديدا، كنت قبل فترة مع احد الزملاء على كورس سيميليشن في الامرجنسي مثلا، وكان في كلام على الموديلنج اللي موجود وكيف نطور بعض المودل باستخدام النيورال نتورك، هل هي افضل او بنفس الكفاءة. طبعا ما زال في كثير من الجهات او التخصصات الدقيقة نحتاج بيانات اكثر، نحتاج نعرف اذا كان هذا بيقدم فعلا خدمة او نتيجة افضل من الموديل السابقة اللي موجود. لكن في حراك كبير في هذا المجال، فإذا أنت كنت متخصص في هذا المجال يمكن تتابع الإخوان في وزارة الصحة أو في هيئة التخصصات الصحية أو أيضا في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ويمكن يعني نعمل سويا في هذه الأريا في المستقبل بإذن الله. ممتاز، جهود يعني مباركة إن شاء الله. طيب في سؤال آخر ويمكن حأدمجه مع سؤال ثاني كمان لأنه تقريبا نفس النطاق: هل صحيح أنه الذكاء الصناعي يقدر يطور نفسه بنفسه بدون تدخل البشر؟ والسؤال الآخر أنه هل صحيح أنه مستقبلا الذكاء الصناعي يقدر يضيف مشاعر في الروبوتات، يعني يصير يحس بنفس الأشياء اللي يحس فيها البشر؟ تفضل دكتور. السؤال الأول أتوقع أجبنا عنه في المحاضرة، إنه
ما حيكون يستغني ما يستغني الذكاء الاصطناعي عن الأشخاص. السؤال الثاني عن إضافة المشاعر، يعني لسه ما يعني أتذكر في طريقة إنه يتعرف الجهاز على مشاعر الأشخاص خصوصا في المجال التخصصات النفسية، يكون في كاميرا موجهة للمريض أو الشخص اللي يتم معالجته ومرتبط بحساسات معينة، بعد طرح أسئلة معينة يتم قياس الأشياء الحيوية أو المؤشرات الحيوية للشخص، وبناء عليه يحدد مشاعره أو حالته النفسية. وأعتقد أنه الآن برضو نرجع لنقطة مهمة، هل البيانات الموجودة عندنا ممكن أنها تفيدنا أو لا؟ فإذا كان في بيانات ممكن نقدر نتعرف. كلامك على متم دكتور فارس، التعرف على المشاعر is very solid، موجود ومستخدم في أماكن كثير، وتقدر تلاقي كثير من المودلز الجاهز استخدامه في تطبيقات مختلفة. حضرنا أمثلة كثيرة في تطبيقه حتى في التكاسي في دول مختلفة، في الباصات وما إلى ذلك. فالتعرف على المشاعر سهل وموجود ومستخدم ونسبته عالية، لكن إنه الروبوت يحس هذا موضوع مختلف تماماً. مرة ثانية نرجع للجنرال اي اي، والجنرال اي اي احنا بعيدين عنه بشكل كبير، احنا مازلنا في بدايات التخصص في الاي اي. صحيح. طيب ناخذ سؤال كمان، تعليق وسؤال. شكرا على رفع الوعي، ثم تجربة تطبيق سارة جميل جدا. في حال الرغبة في عمل تطبيق مشابه وليس لدينا الخبرة في الذكاء الاصطناعي، فمن ممكن نتواصل مع لعمل تطبيق مشابه؟ I think there's a lot of interest here in educational resources and collaboration. نصيحتي الشخصية لا تتواصلي مع أحد. حاولي تتعلمي بنفسك بعض الأساسيات. الشات بوتس طريقته سهلة، ممكن تعلمي في عدة أماكن، بس يحتاج لغة إنجليزية في الوقت الحالي، ممكن باللغة العربية. يعني لو تلاحظوا استخدمته سارة الآن في بعض الإجابات ممتازة، بعضها تحتاج إلى زيادة الدقة، لكن باللغة الإنجليزية متطور بشكل كبير، يعني الدقة تعتبر جدا عالية. فشوية تعليم، شوية كورسات حتتقن الطريقة وما يحتاج إنها تتواصل مع أحد. بالعكس أنا شجعها إنها تتعلم بنفسها. إذا سمحت للدكتور، كلامك على متمه، في مجموعة من الشركات المحلية اللي نحب يعني ننوه بيهم وندعمهم في نفس الوقت، مثلاً هدهد وغيرها، في تشات بوت وطنية من شباب في تخصصات مختلفة، فقد تكون مفيدة للاطلاع عليها ومفيدة أنك تشوف تطوراتهم. في نفس الوقت الأوبن سورس تشات بوتس كمان موجودة، بالتالي تقدر تبني زي ما ذكر الدكتور أنك تتعلم تبني تشات بوت بنفسك بشكل سريع. يعني ترى بشكل سريع، يعني نتكلم في كم يوم أو في أقل من 8 ساعات 10 ساعات كده، أنت قاعد على الجهاز حيكون عندك شات بوت جاهز تقدر تشتغل عليه. أنت ما حتبني كل شيء من السكراتش، لكن حتستخدم مجموعة من الكومبوننتس اللي تقدر تبدأ بيها. طبعا مستواه حيكون مبدئي إذا هذا حجم العمل اللي صار فيه، لكن تقدر تطوره مع الوقت، تقدر تستخدمه سواء في مجال تعليمك أو تقدر تستخدمه في المجالات اللي تشوفها مناسبة حسب احتياجك. ممتاز، ما شاء الله تبارك الله، عندنا يعني أسئلة مرة كثيرة والوقت ما بيسعفنا. حنقرأ يمكن آخر سؤالين. السؤال: هل يعتمد الذكاء الصناعي القوانين الإحصائية والرياضية، وما الفرق بينه وبين لغات البرمجة؟ هنا سؤالين، يعني سؤال من شقين منفصلين. السؤال الأول يعني يعتمد على الإحصائيات، نعم. هل يجب أن يكون الشخص متمكن في الإحصاء وفي الرياضيات عشان يستخدم الذكاء الصناعي؟ لا. هل يحتاج الشخص يكون متعلم أو متخصص في الإحصاء عشان يطور في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات؟ نعم. يعني هو علم مرتبط
بشكل كبير في الإحصائيات، لكن أي شخص قد يستخدم تولز جاهزة ويطورها ويستفيد منها في الذكاء الاصطناعي. والآن برضو الشركات كتير زي مثلا جوجل والفيسبوك، جوجل بالذات يعني ممكن عندهم بعض الطرق إنه كيف تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى لو أنت شخص ما تعرف برمجة ما تعرف أي شيء، بس بإضافة الصور الموجودة عندك. الشق الثاني معلش إذا تذكريني هو البرمجة صحيح؟ أيوة، ما الفرق بينه وبين البرمجة؟ مختلف تماما. يعني العلم البرمجة هو كتابة أكواد حاسوبية أو لاستخدامها في تنفيذ أوامر معينة باستخدام الحاسوب. الذكاء الاصطناعي لو بنفكر في يعني مثلا تعريف بسيط، هو تعليم النظام معين كيفية تنفيذ مهمة معينة باستخدام بيانات موجودة مسبقا. ما أدري إذا تحب تضيف شيء دكتور عبد الرحمن. يعطيك العافية دكتور، كفيت ووفيت. ممكن يعني معلومة بسيطة عشان الفرق بين الاثنين وعشان نوضح هذه النقطة، حشارك الشاشة كذا شيء بسيط. الفرق بينهم مرة كبير، هم يستخدموا بعض لكن مي نفس الشيء. في البرنامج احنا نكتب explicitly ايش اللي مفروض نسويه، لكن في تعلم الآلة احنا نعطي نتائج وبيانات والبرنامج يكتب والآلة تكتب البرنامج. أشكركم جدا على الوقت، معلش وقتي انتهى معاكم اليوم، فأتمنى أني أكون قدرت أفيدكم وأعتذركم في الخروج من الاجتماع. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم دكتور عبد الرحمن ولحضوركم، وشكرا للتجربة الإثرائية والمعلومات المهمة جدا اللي قدمتها لنا اليوم، ونشكر وقتكم ووقت الحضور. فعلا هو وقت السيمبوزيوم انتهى للأسف الشديد، لسه عندنا أسئلة كثيرة أتمنى أنه نقدر نجاوب عليها على قولهم تحت الهواء، بس احتراما لوقت الجميع ووقت السبيكرز وحضورنا الكرام، فأشكر الجميع على الحضور وأشكر الجميع على المعلومات والتفاعل، والله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نلقاكم اليوم الساعة 5 مساء في المحاضرة الرابعة، وعندنا إن شاء الله 4 سبيكرز يعني very interesting topics، فأتمنى حضور الجميع إن شاء الله في المساء. شكرا، والله يعطيكم ألف عافية جميعا. شكرا دكتور فارس، شكرا دكتور عبد الرحمن، شكرا لكم دكتور على إدارتكم للجلسة. شكرا لجميع الحضور.